قام مدير إذاعة درنا الوطنية عمر التركاوي بزيارة لإذاعة المرج المحلية، وذلك في إطار توطيد علاقات الترابط وقواعد التعاون بين الإذاعات. قمنا اليوم بزيارة لإذاعة المرج المحلية، واستقبلت الحقيقة استقبال ممتاز من أستاذ جمال مدير القناة للتعاون مع إذاعة درنا الوطنية. من أسباب زيارة مدير إذاعة درنة أن الإذاعة تفتقد للإمكانات، فكان من إذاعة المرج أن سلمت إذاعة درنة مجموعة من البرامج والمسلسلات المسموعة. اليوم كان ضيفنا السيد عمر التركاوي مدير إذاعة درنة الوطنية لتبادل الخبرات وتبادل البرامج، ونتمنى يكون زيارته طيبة على مدينة المرج. هذا التعاون والتعاضد ما بين الإذاعتين يختصر الروح السامية وحب المجال الإذاعي والحرص على الارتقاء في العمل الإذاعي داخل المحطات الإذاعية الليبية.